تروح بال 11 و 18 درجة. يجري في العامرة عملية أمنية كبيرة، برشا تساؤلات برشا أسئلة، ونحب نفهم احنا ماذا يجري وما هي الخطة اللي حاطتها وزارة الداخلية. ضيفنا السيد العميد حسام الدين جبلان، نشكره برشا على قبول دعوتنا حتى يكون حاضر معنا هوني في البلاتو باش يعطينا أكثر تفاصيل. سيد العميد أهلا وسهلا، مرحبا بك. مساء الخير ليك وكيف فريق العمل والسادة المشاهدين والمشاهدات. سيد العميد، في اتصالي بك اليوم كما الناس الكل من بين المتابعين، اليوم صارت أحداث في العامرة وثم إذن عملية أمنية، شنو اللي صاير في العامرة في اللحظة هذه؟ ما هي المعطيات اللي لديكم سيد العميد؟ هي الأحداث في العامرة تتتالى وتتتالى، تقريبا ثم مدة كبيرة والحملات الأمنية وحداتنا قاعدة تخدم في نفس العمل، لكن الفترة الأخيرة ثم ثلاثة جوانب نحب نتكلم فيها، اللي هي الوضع البيئي وثم الوضع الصحي وثم الوضع الأمني. نحكي تو على وضع قاسي وقاسي جدا بالنسبة لأفارقة جنوب الصحراء، خلينا نسميه الأمور بمسميات، هم متسللون للتراب التونسي، وحتى ثم مجموعة اللي دخلت على عبر الطرق القانونية بغاية السياحة أو بغاية الدراسة أو بغاية القيام بالعيادات الطبية، إلا أن لقيناهم موجودين حسب الأبحاث اللي متعلقة فيهم، اللي هما كانوا وشاركوا في عملية هجرة غير نظامية عبر البحر. لكن نقولوا هيهات اللي توا ثم العديد من الأحزمة البحرية اللي موجودة من طرف إدارة حرس السواحل والأقاليم البحرية الأربعة الموجودة، والتعزيزات خاصة سيدة مريم موجودة في الإقليم البحري الوسط اللي فيه صفاقس والمهدية وقارقنة، ثم أعمال كبيرة قاعدة تسير على المستوى البحري، ثم عملية إنقاذ صارت من تقريبا من بداية السنة حتى 22 أفريل 2024، ثم 97 نداء من 97 مركب تعرض للغرق، وال 97 اللي تم تدخل لفائدتهم من طرف وحداتنا البحريه. نحكيو على 84 مركب تعرض للغرق، هذايا في من بين من جمله 97 بين صفاقس والمهديه وقرقنا. نحكيو على 4178 من بين المجتازين، منهم 90 توانسه، 4088 هم اجانب. نحكيو على الجثث اللي خرجت من بدايه السنه حتى تقريبا الى 22 افريل، 800 جثه، منهم 140 جثث مجهولة الهوية، ثم 56 جثث نتاع أجانب، وثم 4 توانس. الوضع اللي صاير توا هذا شنو يعكس؟ يعكس اللي كانوا ثم العديد من التنظيمات اللي قاعدة تصير والشبكات اللي تمت الإطاحة بها اللي قاعدة تقوم بعمليات التنسيق في خصوص الهجرة غير النظامية عبر البحر، خاصة في منطقة العامرة وجبنيان، باعتبار ان المنطقه هذيك قريبه للبحر وحتى في الاحداثيات نتاعها اللي في قربها للسواحل الايطاليه قريبه بزايد. دونك الوضع البيئي ما عادش يحتمل في البلاصه هذيك، العديد من الاعتداءات صارت على الاملاك العامه، صارت كذلك على الاملاك الخاصه، ثم اشتباكات صارت بين الافارقه جنوب الصحراء فيما بينهم وصلت الى حد التناحر والى حد الاختطاف وكذلك الى حد التهديد، إضافة إلى كون ثم سمحني سيد العميد، سمعنا حتى استعمال بعض الأسلحة البيضاء، يعني أكيد موجودة حتى بعض الأسلحة البيضاء اللي حتى موجودة حتى في التقرير المصور اللي موجود، ثم بعض الأسلحة ولا كر وفر بين الجانب الأمني والجانب خاصة من طرف أفارقة جنوب الصحراء، وكذلك الجانب الصحي اللي هو قاسي وقاسي جدا، وثم تنعدم جميع النظافة الأساسية اللي موجودة في المكان، تنعدم كل المؤشرات الخاصة بكون ثم المكان يليق بتواجد المجموعة هذه اللي هي واضح وجلي من طرف الدولة التونسية لمجال لكونه باش يقعد حد موجود في تونس بطريقة غير قانونية وبطريقة غير شرعية، بالتالي أصبح التدخل الأمني لابد اللي كونه باش لاستتباب الأمن لحماية الأرواح فيما بينهم الأفارقة جنوب الصحراء وحماية كذلك التوانسة من الاعتداءات اللي قاعدة تصير على الأملاك الخاصة، وإضافة إلى كونه حتى هم بيدهم الأفارقة جنوب الصحراء هم من بين الضحايا اللي تعرضوا إلى عمليات تحويل وجهة، خلينا نقولوا عمليات اتجار بالأشخاص، عمليات نتاع سلب الأموال نتاعهم، سواء كان سلب الأموال نتاعهم اللي دفعها على أساس كونه باش يشارك في عملية بحار خلص أو حتى في عملية سلب أموال من طرف بعضهم أو حتى من أطراف تونسية. إذا أخذت القرار المؤسسة الأمنية أنها تنحي كل الخيام اللي هي شبه خيام، خلينا نقول هما مستعملينهم، يعني هو الاستعمال هذاك نتاعها منين جاء؟ الاستعمال نتاعها هذاك تعرف ونحن تو حتى بلاغاتنا زادة في الإدارة العامة للحرس الوطني
او حتى في بوابه وزاره الداخليه، اللي كانوا ثم العديد من السرقات اللي طالت العديد من الشركات العموميه في خصوص الاسلاك النحاسيه نتاعها، او في الحلاق الكبار، او حتى في العبيد اللي قاعد عندها الفلاحات خاصه في المجال السقوي، وتم استغلالهم في الاماكن هذه. اضافه الى كون البلايص اللي موجودين فيها راهي قريب على البحر، اضافه الى كون عمليه المدهمات اللي صارت في اطار قانوني من طرف وحداتنا، اللي ثم العديد من المراكب الحديديه اللي كانوا مدفونين موجودين في الاماكن اللي موجودين فيها، اضافه الى كون نقاو يعني ثم دفنينهم في المكان هذاك موجودين مردومه الغديكه، مردومه يعني دفنين مردومه في على جاهزه للبحار لعمليه الحرقه، ويترميها الغديكه فيها، وانت اقعد لوج، وانت اقعد يجري في جرته وحاول باش تقنعوا باش تدخلوا. ما نحكيوش على عمليه الكر والفر اللي تصير في البحر، ما نحكيوش على عمليه الاعتداءات اللي قاعده تصير على وحدتنا اثناء كونهم باش يطلعوا ويكونوا موجودين معنا في الخفرات نتاعنا. بالتالي عمليه ابعادهم من الاماكن هذيك حتى يسهل حتى هما الوسطاء السيناجي، الوسطاء كذلك اللي يقوموا بعمليه النقل، نقل المهاجرين غير النظاميين، وعمليه نقل القوارب البحريه سواء كانت مراكب حديديه ولا حتى مراكب لوح ولا مراكب قوارب موت خلينا نقولوا، يصعب عليها كونها باش تشق الطرقات، ويصعب عليها كونها باش تدخل في المسالك المؤديه الى الاماكن هذه. عادي جدا باش نلقاو رده الفعل هذيك العنيفه، وبالتالي فهمتني لو حدتنا شنو كان طبقنا القانون باش نولوا عنصريين، وكان ما طبقناش القانون نتسموا والله محلانا ويتم الاعتداء علينا ونطلعوا احنا متساهلين. احنا وقت يلزم باش نطبقوا القانون نطبقوا القانون، واحنا وقت كي باش يلزم نكونوا انسانيين نكونوا انسانيين، وحتى في تطبيقنا في القانون رانا انسانيين الى ابعد الحدود في هذا الجانب. ضف الى ذلك الرساله الموجهه الى العديد من المنظمات الانسانيه والتي تعنى بالهجره او التي تعنى بحقوق الانسان، والتي قدمت استقالتها علنا من كونها فهمتم لم تقدم اي دعم بالنسبه للمهاجرين هذوما اللي هم نقولوا احنا ضحايا صحيح. ويبحثون عن حياه افضل، وهذا من حق الناس الكل. دونك لهنا كان من الواجب وكان من الاحرى اللي كونها تكون وتقدم المساعدات للاشخاص هذوما في اماكن معينه باش تحميهم الى ان تلقى الحكومات ككل اللي هي شمال وجنوب المتوسط وتلقى الحل هذا، باعتبار اللي كون الهجره هجره هجره واشكال الهجره هو مونديال وليس فهمتني ولا تونسي فقط، وذاك موقعنا احنا الجغرافي معروفه فهمتني الحدود نتاعنا بين من ومن، وبالتالي العباد هذه راهي ما جاتناش معناها بانزال جوي، دونك نعرف احنا العباد هذه كيفاش جات، وتنسيقنا نحن دائما بين مختلف الوحدات ما وراء الحدود وما حتى مع اشقائنا في الدولتين دائم التنسيق في هذا المجال. تفضل نجي انا حبيت نسال سيد عميد، هل الاستقاله هذه علاش باش تفسرها استقاله منظمات المجتمع المدني والجمعيات اللي شفناها حتى في عديد البلدان معناها اللي تقوم به، علاش هالاستقاله هذه فجاه؟ والله سيناجي استقالتهم فجاه هذايا انا باش نجاوب اجابه عكسيه اللي احنا زعان في قلبين الفيست. العديد من المنظمات او حتى الجمعيات اللي كانت ماده يدها واللي كانت تعاون، والا كانت تقول الوضعيه هذه وضعيه كارثيه، او بالتالي يلزم فهمتني التدخل الحيني والفوري. كي دخلت الوحدات الامنيه ونسقت مع العديد من السلطات الجهويه قال لك لا هاو قوم بعمليه ترحيل، ما صارتش عمليه ترحيل، احنا صارت عمليه حمايه للاشخاص هذوما باش حمايه لانفسهم من انفسهم اللي هما في بعض، وحمايه كونوا من الاعتداءات اللي قاعده تصير عليهم كذلك حتى من التوانسه. زاد احنا ما ساعدناش احنا في بلادنا تطيح روح بشريه مهما كانت مقيمه بصفه شرعيه او غير شرعيه، بصفه عنده وثائق او بدون وثائق، احنا هذاك بالنسبه لنا احنا تحدي امني وبالتالي يرهق الكاهل نتاعنا، واحنا موجودين راهو لهنا لاستباب الامن وحفاظا على السلم المجتمعي في هذه الدوله. مهم التفكير بهذا نيجي، خاطر تحميل المسؤوليه الكل للمؤسسه الامنيه والحرس الوطني وكانه من فما كان الجانب الأمني. سيد العميد، عطفا على سؤال وتساؤل ناجي، وين وكالة الأمم المتحدة للهجرة يعني الاش سي ار وين؟ هما صراحة احنا ريناهم في العديد من المناسبات، لكن احنا ما نحبوش الحضور يكون مناسباتي، ريت كما نشوف الحضور الأمني في جميع المناسبات الثقافية والرياضية والسياسية وتأمين جميع التظاهرات، احنا ماذا بينا زاد نشوفوهم في جميع المناسبات هذه، خاصة بداية من السنة الفارطة من الصيف الفارط وقت بدأت العمليات والإشكاليات في تواجدهم في المعبر الحدودي براس جدير يمين ويسار المعبر،
ونعرفوا كيفاش كانت العمليات وكيفاش كانت التدخل معناها بصراحة تم التصفيق مباشرة مع المنظمة هي إيجا باش تتحمل مسؤوليتك. لقينا الهلال الأحمر التونسي ونقولها ونزيد نعاود نقول اللي كان راهو وحداتنا في عملية الإنقاذ نتاعهم نلقاو وضعيات كارثية. يتم الاتصال مباشرة بالهلال الأحمر التونسي وبالحماية المدنية باش تكون حاضرة وباش تقدم الدعم اللازم اللي لازم يكون ثم جهات معينة اللي هي تقوم بالعمل نتاعها الإنساني وليس المؤسسة الأمنية. المؤسسة الأمنية خليها تقوم بالجانب نتاعها كما يجب أن يكون وقاعدة تقدم فيه كما يجب أن يكون وما نحبوش ناخذوا الأعمال نتاع غيرنا باش ما يوليش ثم قرخي. تفضل. ظاهر أنه السيد العميد ما يحبش يعطينا السبب الحقيقي الخفي للاستقالة هذه. بون واضح أنه يظهر لي بحتاج القراءة كبيرة. أما حبيت نسأل سيد العميد وهذا سؤال كنت طرحته عليك قبل ونعاودش نعاود نطرحه مرة أخرى. جاوبك وقتها؟ يعني تغيرت الأمور. يلا خذني. الناس هذوما يعني كيفاش يدخلوا؟ هل أنا ما نشكش في قدرة وكفاءة قواتنا الأمنية وكذلك العسكرية في حماية حدودنا وخاصة الأماكن اللي تسلوا منها المهاجرين؟ هل أنه يعني ما ثماش ربما لأنه ثم قاعدة عامة تقول خطر كما يصير في بعض البلدان المجاورة جيراننا مثلا في الجزائر ولا في ليبيا ثم عملية صد وفهمني شو عملية صد من 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 الحدود ما يخليش يدخل. وكذلك في الجزائر احنا ما نعرفش المسألة يبدو مختلفة تركوا معناها باش يتسلوا الى الداخل ما نعرفش علاش فسرها لي الحكايه هذه على خاطر قاعد غامضه شويه في مخي. ناكد لك سيناجي كما ضربت المثل في زوز الجيران نتاعنا تونس تقوم بنفس العمل وهو عمليه الصد. عمليه صد التسللات احنا في الظهاري في الاسبوع الفارط سيده مريم او في اول اسبوع كان لقاء لهنا وحكيت على منع تسلل في الجانب البري اكثر من 19 ظهري على العدد اكثر من 19000 اللي منع التسلل نتاعهم الدخول الى التراب التونسي. 21000 كيفاش دخل؟ 21000 هما ال 21000 ال 21000 هذوما خلينا نحكيك ال 21000 هذوما اللي تم منع التسلل نتاعهم اللي عبر البحر هذوما كما قالوا اللي كانوا راهو وصلوا 21000 ال 21000 هذوما راهم ما وصلوش ومنع التسلل نتاعهم. نرجعك واحد قلت لي انت 19000 دخلوا 21000 ما دخلوش. احنا نحميهم في الحدود نتاعنا سواء كانت في المعابر الحدوديه البحريه الجويه البريه مع المشتركه مع الجيش ومعنا احنا مع مختلف اللجان المشتركه. لكن الفايت سي ولو كيما دخلونا احنا دخلوا بلدان اخرى ولسنا ما عندناش نحن فهمتني الجدران عازله باش ما ينجموش عداو مانيش حفرين معناها فهمتني الخنادق باش يكونوا ما يتعداش تصير تسللات. عندنا منظومه نتاع مراقبه الكترونيه مربوطه باداره العام العمليات بالوزاره الداخليه مربوطه باداره العمليات الحرس الوطني في تنسيق مستمر وين كان وين يتم ثم رصد التسللات اللي تتدخل الوحدات نتاعنا. صحيح ثم النقص صحيح ثم الكون نسعاو الى كونه باش يكون اكثر صرامه واكثر مانيش باش نقول شده لكن اكثر صرامه في هذا المجال اللي كونه باش نقوموا بتامين الحدود نتاعنا. وحكيت قبل اللي كونه ثم حتى المهربين اللي كانوا يعتمدوا في اسلوب معين في خصوص تجارات معينه انت بران علاش ولا ب 20 دينار على خاطر ما عادش يساعدوا يجيب لنا بنان يجي يساعد ويدخل لك افريقي من جنوب الصحراء ويقبض عليه ويقبض عليه بالفلوس سلعانة البشر يعني دونك يساعدوا خير دونك هذاك يساعدوا خير. وثم حتى كما قلت اللي ثم راهو شبكات بين بلدان المنشأ وكذلك بلدان العبور وحتى بلدان الاستقبال اللي كانوا ثم الشبكات ثم 35 شبكة تنشط في هذا المجال بالاتجار بالأشخاص مانيش باش نحكي على العدد نتاعهم خاطر كبير ياسر. وتم الإطاحة بهم من شهر من بداية السنة إلى غاية 15 أفريل 2022 فقط.